قال لهم انا هدخل الحمام وفص ملح وداب. حكاية ونش المصارعة ابن بركة السبع زمان والبيضة الذهبية لفرنسا دلوقتي. مين هو ابراهيم غانم اللي دخل تاريخ المصارعة بعد ما اخد الجنسية الفرنسية وقال اعملي قرشين حلوين واهرب من مصر؟ ابراهيم غانم لاعب مصارعة مصري اتولد في بركة السبع بالمنوفية، حب المصارعة ومحدش كان بيغلبه وعلشان كده سموه الونش، ولعب بالمنتخب المصري وكان القلب النابض لمصارعة الشباب بمصر، وده اللي يمكن خلاه شاف نفسه انه يتشهر وحياته المادية تتحسن وياخد قرار الهروب وياخد الجنسية الفرنسية. هرب ابراهيم الونش من مصر سنة 2017، وده لما كان مشارك في بطولة العالم للشباب تحت سن 23 في بولندا، ولما البعثة المصرية نزلت ترانزيت سريع لمطار باريس علشان يرجعوا مصر. فجأة كده قال لهم ابراهيم ثواني انا هروح الحمام وراجع، ومرجعش وهرب بجواز سفره والبعثة رجعت من غيره. بعد ما هرب لقوا ان ابراهيم اخد الجنسية الفرنسية وانضم للمنتخب الفرنسي ومثله ببطولة اوروبا واخد المركز الخامس على العالم وبعدها الميدالية البرونزية بدولة زغرب بكرواتيا. مش بس كده، ده الونش كمل وبقى ياكل اي مصارع قدامه. شارك بوزن 72 كيلو في بطولة المصارعة الرومانية دلوقتي في صربيا، وده اللي دخل فرنسا بيها التاريخ وتأهل المنافسة النهائية في المصارعة الرومانية، والكل متوقع انه هياخد الذهبية ويحقق حلم فرنسا في الفوز بالميدالية التاريخية، وبكده يكون ابراهيم ابن بركة السبع الجوكر بتاع فرنسا في اللعبة.